محمد غازي. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الدائم المنصة الذي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في توقيت الساعة 10 مساء إلى الساعة 11. هذه تحياتي لكم محمد غازي صدقة. وارحب بفريق عمل المنصة، أولا الأستاذ عمر الحلكوك في الإعداد والسوشيال ميديا، وكذلك أيضا في إخراج حلقتنا اليوم الأستاذ علي نجم. وضيوفي الكرام الناقد الرياضي الحصري عبر برنامج المنصة الأستاذ سعيد المرمش، هلا وسهلا فيك أبو علي. حياك يا أستاذ محمد، ونحيي المتألق منار شاهين وعلي نجم وعمر حلقوك، وإن شاء الله أنها تكون حلقة مميزة اليوم لأنه فيها أحداث حلوة. رحب أيضا بالزميل المتألق الناقد الرياضي الحصري في برنامج المنصة الأستاذ منار شاهين. أهلا فيك أستاذ محمد، وأهلا طبعا بال... نقول حصري ولا أنت بتطلع أصلا تلفزيونيا؟ والله أنا للمنصة وحصري للمنصة يعني. أتشرف للمنصة والمنصة مكسب لي والله العظيم. وأستاذ محمد أنا تعلمت منك كثير، وتعلمت طبعا من الجميل أستاذ سعيد المرمش، اشترى لي أسبوعين ما أطلع معاه، وكويس كذا لما شفت الجدول ارتحت نفسيا أن أنا كذا مع أستاذ سعيد المرمش. أنا نفسي والله محمد يعني أنا استفيد كثير من أستاذ سعيد بكل أمانة، استفيد من طرحه داخل الكواليس وحتى خلف الكواليس. هذا الرجل بالذات الموسم هذا أنا استفدت منه إعلاميا واستفدت منه فكريا بشكل مرة كبير، وأتمنى أكون تلميذ شاطر. صحيح. هذا اللي أنا عملية امتصاص قبل بداية الحلقة. لا والله أستاذ سعيد هذه عاداتك دائما، يعني هو شوية يكبر لك وانت تكبر له والأمور كذا يعني. لا أستاذ سعيد دوما سن حبيبي، هنا في طاولة المنصة ما عندنا الكلام هذا، في طاولة المنصة في صراحة، يعني رأي سعيد عجبك ما عجبك في النهاية تقول رأيك. لا والله ترى لأنه احنا متعودين المستمعين ما يبغوا في يوم من الأيام التطبيل وتطبيق بعض. انت مسألة تطبل، انت أبعد عن مسألة التطبيل ومسألة انه والله نجلس يعني نضبط لبعض. انت بعد انا على فكره استاذ محمد انا كثير خالفت استاذ سعيد في الراي، والاختلاف في الراي ولا مره ودي قضيه لا ولا مره في امور كثير اختلف معه، بس يمكن في توارد افكار ماهر هذا هو السبب اللي بعض الاحيان انا ما استاذ منار، كلامك سليم، كلامك جيد. هذا محمد غازي صدقه دائما وابدا ما يسوي بكاريات، يبغى يسوي اكشن على حسابنا احنا، بس ما احنا ما لا رح لا بالعكس ما نعطيه الفرصه دي ابدا بالعكس. طيب خلينا نروح مباشره على العناوين. عناوين المنصه. معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ يفرح أسرة الخليوي بمليون ريال. الأهلي يرفض الصدارة حتى في غياب الهلال، والعويس أنقذ الأهلاويين والتعاونيين يقولوا لكم شكرا. سؤالنا واستفتاء حلقتنا اليوم، برأيك ما هو السبب انخفاض مستوى الأهلي أو ظهور الأهلي بلا هوية في مباريات الدوري؟ الهلال بدون إدواردو بالرباط الصليبي في النهائي الآسيوي في ساتياما. في الإعداد كان ثلاث عناوين وأنا زودتها من عندي، علي نجم يقول لي سلامات ثلاث عناوين قايل لي. طيب شكرا يا علي، عموما يعني يتدارك الموقف سريعا. قراءة الجولة العاشرة من دوري السعودي للمحترفين، انطلق الدوري بعد توقف يوم الخميس الماضي، تعادل القادسية والباطن 0-0 وتفوق أحد على الاتفاق 1-0، وفي يوم الجمعة كانت قمة الجولة بين الاتحاد والشباب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. في بريدة أقيمت مباراة الرائد والنصر، انتهت بفوز كاسح للنصر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وفي يوم السبت كان هناك لقاء وحيد جمع ما بين الفيحاء والفتح، وانتهى بفوز الفتح بثلاثية مقابل هدف. المباراة الوحيدة المؤجلة طبعا اللي هي الهلال والفيصلي، فيما أن أقيمت مباراة اليوم الأهلي التعاون. الأهلي والتعاون، ضاع التعاون فوز محقق بعد تعادله مع الأهلي 1-1، يعني أضاع من خلالها نايف هزازي ضربة جزاء في نهاية الشوط الثاني والمباراة في الدقائق في الوقت بدل الضايع، ردها العويس وكان هو المنقذ للأهلاويين، فمن سينقذ الأهلي؟
سعيد برايك ما السبب وراء ظهور الأهلي بلا هوية؟ شوف محمد، اليوم أنا اتفرجت المباراة صراحة، أعجبني دائما تعجبني تعليقاتكم أنتم في السابق، أنه دائما أبدا دائما وأبدا لما نكون في طاولة المنصة، أنا الحين الحمد لله سنة، تنسبون النجاحات دائما لشخص. أنا أبغى اليوم أسألك أنت، فين طارق كيار ما جاب الفوز اليوم؟ أنت محمد غازي، أبغى أسألك فين طارق كيار ما جاب الفوز؟ تنسب النس... أنا أنسب النجاح لشخص دائما. إيش النجاح؟ ليش إحنا نرجع للحلقات السابقة ونتكلم في الموضوع؟ إنه كنا نتكلم على طارق؟ يعني لا شوف دقيقة إيه أنت الآن بتقول لي تنسب النجاح لطارق، كلام جميل. لما كنت تنسب النجاح لطارق كانت الفريق بس بس لما يفوز الفريق هو بطل. خليني أكمل كلامي، أنا بعطيك فرصتك للكلام وفي نفس الوقت أنت تجاوبني بحريتك. لما كنت أنسب مسألة الفوز في فترة 2016 لطارق لأنه كانت المنظومة متكاملة، وبالتالي طارق جاء في فترة كان الفريق في حالة من العشوائية، جاء رتب الأمور، تدارك الموقف، كان في عناصر إيجابية كانت لها دور كبير أن تحقق الدوري والبطولات. لذلك لما جينا في ذاك الموسم نتكلم عن طارق كيال، طارق اللي سوى حاجة واحدة، جاب اللعيبة، رتب نفسياتهم، والدليل على ذلك كل لاعب كان يجيب هدف يجي على طارق. اليوم أول يوم مباراة لطارق، صح ولا لا؟ خليني أتكلم معك بواقعية. المشكلة مو في طارق، زي ما كانت المشكلة ما هي في طارق سابقا، المشكلة كانت في 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 جروس في مسألة تجاوبه مع اللعيبة، وهذا كان ظاهر على مصطفى بصاص، كان ظاهر على إسلام سراج، كان ظاهر على لاعبين كثر، وشفناهم في أرضية الملعب كان يعني يسجل مباراة الشباب. بس ناقشك ما تأخذ أنت فرصة وتأخذنا بالطول والعرض. طيب. لما جاء طارق كيال في البطولة كان الأهلي مرتبته السادسة ولا كان متصدر دوري الدوري في 2016؟ أيوه كان وصيف. لا الأهلي كان مصدر. لا أنت ما عندك إذا ما عندك معلومة لا تيجي لاستفتي. دقيقة يا حبيبي، لا تقول لي إذا تيجي تستفتي. دقيقة سعيد، أنا أتكلم معك بواقعية. الأهلي لما جاء طارق كان المركز الثاني، وهزمت من مباراة نجران. أنا هزمنا من مباراة نجران وكنا المركز الأول. ما كنت الأول، ما كنت الأول، كنت في المباراة هذه كنت الثاني. لا أنا كنت. ولما جيت كان الوصافة ما بينك وبين الهلال، الهلال متقدم عليك، وأنت فرقت مع الهلال في مباراة الشباب. لا حبيبي، فوزك على الهلال، فوزك على الشباب هو اللي قدمك بفارق نقطة على الهلال. لحظة خلني أقول لك الحاجة. احنا اول حاجه اساس ما تاخذ انت اساسا ما عندك معلومه تبغى تاخذنا بالصوت. ما عندك المعلومه بالعكس، ما اخذك بالصوت. انا الاهلي فاز. الاهلي لما لعب مع الهلال كان في فرق بينه وبين الهلال 3 نقاط. كان الهلال في جده، لو فاز على الاهلي ها كان راح يتعادل مع معاه في النقاط وراح يفرق الهلال بالفوز. حلو، شوف ولا لا حلو. الاهلي لما جاء طارق كيال الاهلي كان متصدر. يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل اسمعني. نرجع عمر، طلع لنا بالله عمر الجدول معلش، لما يقولوا حق 2016 عشان الرجل هذا لازم نثبت في النهايه. لا تثبت، بس انا لانه نبغى نثبت هنا انه دائما وابدا عمر الشخص لحاله ما ينجح فريق او يوقف مع فريق. المنظومه لازم تكون كامله جدا. المنظومه دي اي فريق في العالم منظومه كامله، اداره، لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، شوفوا لنا يكون كلهم يعملوا زي خلية النحل. إحنا هنا راح أقول لك الخلل فين. اليوم الأهلي المدرب حق الأهلي للعيان واضح في مباراة الفيحة في تخبط في بعض لعيبة الأهلي، وليد باخشوي، فتفة، سوزا، هذولا لا في مباراتين كانوا أسوأ من السيئين. اليوم أضاف على الثلاثة دولة منصور الحربي سعيد. اليوم الأهلي بلا هوية. اليوم لو كان التعاون معهم الحظ وتوفقوا كان فازوا على الأهلي 5. يعني شوف أمس كأنها مباراة أوراوا، والفرص ضيعوها التعاون مضيع. أكبر دليل لك ضربة جزاء في الدقيقة 90 ضيعها نايف هزازي، وضيع بعدها نايف هزازي بدقيقة أو دقيقتين كرة انفرادية بالرأس ضاعت. صح، الأهلي بلا هوية. يعني شوف يا محمد، أنا ما أحمل طارق كيان ولا أحمل ولا حاجة. أول يوم يعني. يعني أول يوم ثاني. أنت معليش يا محمد، أنت أول مباراة ليش أحمل؟ خلنا نقول لك الحين. يا أخي أنت تنسون اللي تقولون، هذه مشكلتكم. أنت ما أول مباراة، أنت ومنار شاهين، أسامة المولد مسك الاتحاد فاز 5-2، مجدتو وخليتو إنه أسامة الروح جابها. لا يا أخي، دائما قلت لكم أسامة المولد. أسامة المولد مباراة الاتحاد إلى الآن وأتذكرها. والفيحة ونرجع للتسجيل واسمعوا أنتم إيش قلتوا عنه. لما قلت لكم هذه منظومة. يا جماعة الخير، الكرة منظومة. إذا اختلفت المنظومة اختلف الفريق بالكامل. شوف الهلال البارح ما وفق قدام أوراوا، بس كان الفريق منظومته على مستوى عالي.
الحظ وقف عثر امام الهلال، سوى الهلال في كره القدم كل شيء بس الحظ خذله. هنا ما نقول للهلال بيض الوجه، اليوم الاهلي ما لعب كوره اطلاقا، ما عنده اي شيء، ما سوى اي شيء، فريق بلا هويه بلا روح بلا قتاليه. يا اخي لاعب كابتن زي يعني انا ما ادري كيف يعني، اذا كان بيمثلنا واحد زي منصور الحربي في كاس العالم مشكله كبيره يا اخي. انا ليه مشكله؟ اقول لك ليه مع مشكلة. المنتخب واليابان كان من افضل لا ما كان افضل لاعب ما كان افضل لا ما كان يا رجل لا ما كان لا, لا, لا شوف لا نهضم حق اللاعب كمان لما كان ظاهر محمد اليوم مو قادر اليوم يجري. اتكلم معه شوف اتكلم انه مستوى اللاعب في الاهلي نازل. انا اقول لك ليش انا شوف انا معه خلني اكمل وبعدين اقول اللي يعجبك. شوف على فكره الان طلع لي الجدول وهذا هو الجدول قدامك. الاهلي حقق الدوري ب 63 نقطة، خسر مباراة واحدة اللي هي مباراة نجران. يا سلام عليك. كلام جميل؟ يا سلام. في مباراة نجران هذه، اوكي؟ أنت كنت متصدر، لما خسرت من نجران تقدم عليك الهلال بعد ما فاز في مباراته اللي في بريدة وقدام الرايد. هنا تقدم عليك الهلال. لا ما تقدم. ما تقدم. بس أنت أنا مو وجهة نظر. في النهاية تقدم ما تقدم هذا مو مشكلتنا. أقول لك إحنا مشكلتنا حاجة واحدة. اللي أنا بوضح لك إياه حاجة واحدة. ما تنسب النتائج. ما جيت نسبت لك أنا قلت لك طارق كيال في ذيك الفترة. ممتاز أبو راكان. أنا قلت أبو راكان رجل جيد، رجل عملي، طيب. رجل يقدم شيء جميل. بس ما أنسب أنا بطولة له يا جماعة. ما نسبت بطولة. مين قال لك أنا نسبت بطولة؟ لا معليش لا تقول كلام عن لساني. أنا قلت كلمة واحدة. يا أخي مسجل الكلام. مسجل الكلام وارجع للكلام ثاني مرة وموجود حتى في اليوتيوب. ما قلت. دقيقة. أرجع في اليوتيوب. ارجع في اليوتيوب واسمع كلامي. انا اللي قلته حاجه واحده انه طارق كيال لما جاء لم شمل اللعيبه في النواحي النفسيه، دكتور نفساني كان في الفتره هذيك. طيب لكن ما جيت قلت لك اللي حقق البطوله هو طارق كيال، في 11 رجال كانوا في الملعب قدروا ان هم في يوم من الايام يجيبوا بطوله لجماهيرهم. يا سلام. طيب اليوم مليم انا مشملهم قبله باسبوع، الآن قبلها بأسبوع عشان نرجع ما أقدر أقول لك والله. لما شمله يمكن في ظروف ثانية يمكن ما تعرف. أنت قريب؟ لا ماني قريب بس أنت أقرب. أنت تعرف أنه كان دكتور نفسي. أنت عندك مشكلة مع طارق شخصيا؟ ما عندي بالعكس. طيب. أنت ليش لما نتناقش تقول لي أنت بتدخلني مع طارق؟ ما أدخلك مع طارق أنا. وأنت مرة من المرات تقول المنتخب يلعب بتشكيلة باتصال هاتفي. أنا ما قلت لك شيء. لك أنا ما أدري. ما قلت لك. ما تقول يوسف الثريان كان يحط التشكيلة؟ أيام ما كان في المنتخب. يعني ليش تبغى؟ كان أنا ما أقول لك لحظة ما كان باتصالات. أنت تقول باتصالات. إيش دخل الحين موضوع المنتخب؟ أنا قاعد أقول لك حاجة واحدة. بس خليك معي عشان تفهم كلام. لما جيت تكلمت أنا في ذيك الفترة وجيت قلت. انه كان هناك قائد في المنتخب هو اللي كان يقدر يقود التشكيله، كان يتدخل في مساله وضع التشكيله مع المدرب. لما كان يوسف الثنيان اذكره في 96 في كاس اسيا، وارجع عيد اكرر كلامي اللي انا ذكرته سابقا، كان يتدخل مع فنقاده في مساله التغييرات اثناء المباراه، كان يقول له اللاعب هذا لازم ينزل الان. والدليل على ذلك مباراه الصين كانت اوضح مباراه اللي فاز فيها المنتخب السعودي. حنرجع نكمل كلام بس خليني بس اقول لك حاجه. اخذ فاصل بس. اخذ فاصل. المنصه مع محمد غازي. حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا من جديد. اكيد سعيد كان عندك كلام تقول وقطعتك، تفضل. محمد حبيبي شوف انا يعني بعيد عن الاهلي وبعيد عن هذا، انا صراحه زي ما قلت لك انا في الفتره الماضيه انبسطت كثير من كلام معالي تركي آل الشيخ لما كان في حوار مع بتال القوس، قال انا مو عاجبني الوضع بالنسبه للاعبين. انا اتفق مع الرجل هذا 100%. انا يعني الرجل حط يده على الجرح. احنا راح نشوف باذن الله باذن الله باذن الله خلال الفتره الجايه، لما نقول اليوم او بكره مع المعالي راح نشوف شيء كبير جدا، شيء مميز، شيء لانه الرجل جالس بيعمل عمل جبار. من ضمن الاعمال هذه لما نقول لك اللاعبين مهم، يعني بما معنى الكلام انه اللعيبه 90% يعني عن مستويات، عن التدريبات، عن اشياء كثيره جدا جدا. شوف محمد، احنا مشكلتنا لما نجي فريق زي فريق البارح، فريق قرى والياباني مع الهلال. الهلال كان مميز، كان جيد الشوط الاول، الشوط الثاني ما كان فيه هلال. الدليل انه العامل اللياقي بالنسبه للاعب السعودي يا جماعه الخير سيء. ليش؟ لانه انت الان بتنسب كلامك هذا لمنصور الحربي تقصد؟ يا سلام عليك، كلام جميل. انا شوف منصور لاعب بس عشان المستمع يكون لاعب مميز جيد، بس لياقيا منصور اليوم صفر.
تمام. محمد الدليل انه احنا ما عندنا انضباط في التدريبات الصباحيه، ما عندنا الجرعه العاليه للاعبين، ما عندنا اشياء كثيره. يعني انت يا اخي لما تيجي تتفرج لعيبه ولاعيبه مميزين ولاعيبه على مستوى عالي ومحترفين ومبالغهم ما شاء الله تبارك الله عاليه، وتشوف انه خلال 90 دقيقه يعني يجري لك في الملعب 40 45 دقيقه، بعد كذا اللاعب حتى ما يقدر يرفع اوفر. يعني انت انت قبل شوي كنت تقول منصور كان سيء في مباراه السعوديه واليابان، احنا دخلني خلصنا من انت كنت تقول واليوم انت تقول اليوم الان الحين غيرت كلامك. انا ما غير كلامك، انت تغير كلامك، انا ما غير انت قبل شوي كنت تقول. انا اقول انا لازلت اقول انه شوفوا لنا محمد لعيبتنا يجب انه اعاده الصياغه فيهم. احنا البارح انا اتكلم لك الفريق الياباني لين اخر دقيقه في المباراه كان مسيطر، والدليل قوه اللياقه البدنيه، قوه التكتيك، قوه التدريب. احنا لعيبتنا مميزين، لعيبه الاهلي كمهارات احسن لعيبه، بس انا ما استفيد من المهاره. اليوم الكوره جماعيه، اليوم الكوره لياقه عاليه، اليوم الكوره قتاليه، هذه الكوره. اليوم الاهلي بلا هويه اطلاقا، لا قتاليه لا مهاره لا اي شيء، ما في اي حاجه. اللعيبه الاجانب في الاهلي سيئين لدرجه ما في الا عمر السومه. عمر السومه هو الحل الوحيد في الاهلي، اذا ما سجل عمر السومه ليه في كان كويس؟ لا ما كان كويس. ليش؟ ولا لاعب في الاهلي اليوم كان كويس، ما في لاعب انا اليوم شفته في الاهلي كان اقول هذا اللاعب المميز. انت كيف لاعب مدرب الاهلي لاعب، انا قلت لك محمد انا دائما مدرب 30-70% على اللاعبين. يعني اليوم المدرب الاهلي لاعب بثلاثه محاور ضد التعاون. انت لما تلعب ثلاثه مين يصنع لعب؟ واحد زي عبد الفتاح عسيري، انا في كنا نقول عبد الفتاح عسيري يجب انه بعض اللعيبه اذا ما كان جيد او مميز يجلس على دكه الحساب. سلمان المؤشر فين؟ معليش، سلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري افضل بكثير من الاثنين اليوم. بس ما فرق ابو ابونا في القائمه شيء؟ اكيد محمد، انا قلت لك من اول ابو ابونا لاعب جيد مدافع. بس احنا بس نستغرب شغله. تفضل. عارف ايش هي؟ تذكروا اول ما جاء ابو ابونا انا محمد الناس اللي كانت طالعه وتتكلم ومش نازل، الحين يقول لك والله صار خروجه فارغ. لا بس خليني اقول لك على حاجه. احنا محمد على طاوله المنصه قلت لك الكلام ذا، قلت لك انا ما اقدر اقيم مدرب او اشوف مدرب الا بعد 10. الان احنا في الاسبوع العاشر، انا اقول مدرب الاهلي بالطريقه هذه، الطريقه دي ما تنجح مع الفريق اطلاقا، ما تنجح مع الفريق مع بقاؤه اللي يمشي. لا مع بقاؤه محمد، مع بقاؤه لسه، بس بشرط انه فتفة سوزا يجب انه الاحتفاظ بالكره واللفلفه هذه اطلاقا، هذه انا ضدها. يجب انه نلعب عبد الفتاح عسيري. طيب يمكن هو كان عنده تكتيك انه قال لهم تمشوا بهذه الطريقه. معليش محمد، تكتيك في مباراتين ثلاث مباريات، اللعيبه ذولا مستمرين في 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 في, في العك. اليوم كان في عندهم عك. تيسير فين اليوم؟ اليوم لعب تيسير كويس كان اليوم. ما تقدر تحكم على تيسير لانه جاي من اصابه، وكان يعني بدايه له. انا حتى استغربت انه لعب تيسير في ظل انه المقهوي كان لاعب مميز طول الفترة اللي فاتت مع الفريق. هذه الحاجات اللي انت تستغربها. الشيء المهم يا محمد، الشيء المهم اذا الاهلي يبغى ينافس على البطولة بالشكل اللي اليوم وبالمستوى اللي اليوم لن ينافس ولا يجي ثاني ولا حتى ثالث. ضيع فرصة للصدارة؟ شيء اكيد ضيع فرصة. اليوم انت يا محمد يبتعد فيه عن الهلال. شيء اكيد. شوف خليني اقول لك على حاجة، اليوم انت تبغى تقابل منافس سيريس، وقلت لك منافس ثابت. الهلال منافس ثابت في كل البطولات، إن كان آسيويا إن كان محليا. الهلال فريق يعني بعد الله سبحانه وتعالى مكتمل، فريق جيد، فريق منظم، فريق ممتاز. يعني خليني أقول لك على حاجة، الهلال بالصف الثاني ممكن يأخذ الدوري. الآن فرق مباريتين، ما في فرق بينك وبينه إلا نقطة. فرق مباريتين أو ثلاث مباريات، لو فاز في المباريات صار الفرق بينك وبينه 8 نقاط. يعني لو فاز اليوم صار الفرق 5 نقاط، ولو فاز عليك يعني المباراة اللي بعد هذه القادسية بعدها تلعب مع الهلال. تمام. ولو فاز عليك الهلال خلاص انتهى الدوري. منار شوف يا استاذ محمد، اليوم الاهلي بلا روح وبلا شكل، والمدرب للاسف ريباروف تخبط قبل بدايه المباراه وبرضه اثناء بدايه المباراه. يعني استبعادك لمهند عسيري ومحمد الفتيل واحمد الزين، هذا الثلاثي من 8 لاعبين اساسا استبعدهم قبل المباراه بدون او بيقولوا بقرار فني، امر غير مقبول نهائيا. اليوم احنا شفنا منصور الحربي رد كرة بالراس في المرمى
العويس لو ما كان مصحصح كانت هذه هدف لنادي التعاون. هذا يدل انه في ضعف لياقي ادى الى سوء التركيز، وهذا العامل اللي كان امس اثر برضه على نادي الهلال. بس احنا بنركز على مباراه اليوم الاهلي والتعاون. احنا شفنا ايضا المدرب البروف عندك انت المقهوف عبد الفتاح عسيري بتاخرهم في النزول. ليش؟ انت محتاج صناعه لعب، انت محتاج وسط الملعب يتحرك عشان يمد السوما ويمد بقيه اللاعبين بالكرات. هذا الشيء احنا للاسف لقيناه افتقدناه. جوميز اليوم لعب بتكتيك قوي وواضح، لياقه لاعبين التعاون افضل بكثير من لياقه لاعبين الاهلي رغم فارق مع احترام نادي التعاون. طبعا النادي الاهلي يبقى المفروض نادي كبير واحترافي افضل. الضعف اللياقي، العويس اليوم انقذ الاهلي من اهداف جدا محققه، منها انفراده نايف هزازي وضربه جزاء نايف هزازي اللي ضيعها بشكل مستغرب. انا اتمنى عوده كبيره من نايف هزازي. لكن برضه انا بتكلم يا استاذ محمد على موضوع نقطه طارق كيال او طارق كيال. طارق كيال بيبقى من اهم اداريين كره القدم في 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 الكرة السعودية بالكامل. له ثقله له وزنه. في حال فوز او خسارة ممكن احنا ننسب له الفوز، لانه طارق كيال شخصية احنا شفناه كيف فرق مع النادي الاهلي ايام ما اخذ الدوري. يعني انت تختلف مع سعيد؟ طبعا انا اختلف كثير في الموضوع هذا. نعم انا اختلف لانه يبقى طارق كيال الحمد لله اول مرة. لا هذا اول مرة. انا من الناس استاذ محمد، انا من الناس اللي اؤمن بشدة بطارق كيال. أنا أعرف طارق كيال يمكن مش عن قرب معرفة جيدة، ولكن طارق كيال فرق كثير مع المنتخب السعودي وبشهادة الجميع. أيضا فرق مع مع النادي الأهلي أيضا بشكل كبير. يمكن النادي الأهلي كان منتشي ولكن يحتاج إلى إداري ليش صرم أو قاسي أو طباع حادة، لا إلى إداري بمهنة أخصائي نفسي للاعبين. يبقى طارق كيال من الناس المهمة جدا. طبعا الأهلي بقول لك بأمانة الموسم هذا فقد طارق كيال وفقد أيضا جروس. احنا شفنا تخبط النادي الأهلي في المدربين ما بين كوميز وما بين ريباروف. ريباروف أنا مش عارف معند مع مهند عسير ليش، معند مع أحمد الزين ليش. أحمد الزين من أمهر اللاعبين، وإحنا شفنا أحمد الزين الموسم الماضي كيف كان متألق كثير مع نادي التعاون. يحتاج إلى حركة في الطرف، يحتاج إلى لاعبين يكون عندهم الحيوية. النادي الأهلي دائما بعض المباريات في النادي الأهلي أنا بشوف الروح شوية منطفئة في النادي الأهلي. هذا الأمر ترى والله مزعج جدا جدا للنادي الأهلي، ومزعج للجمهور، ومزعج بأشياء كثيرة. النادي الأهلي كانت صدارة متوفرة في يده، أضاعها اليوم بسهولة تامة. تخبط مدرب، يعني عدم وجود روح وقوة قتالية من اللاعبين. هذه أسباب ممكن لا سمح الله ممكن أن النادي الأهلي ينزل المركز الثاني والثالث استمر على هذا الوضع. على الإدارة الأهلوية أن تجتمع بالمدرب ريباروف، تشوف حل في اللاعبين المبعدين. صراحة لاعب زي مهند عسير وأحمد الزين يعني حرام ما يلعبوا أساسي. طيب إيش الأسباب؟ أدينا أسباب واضحة. هذه هي النقطة فقط. طيب خليني أرجع في مسألة طبعا معالي الأستاذ تركي آل الشيخ. يفرح أسرة الخليوي بمليون ريال بلغ صافي دخل مباراة الجمعة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام فريق الشباب 718,000 ريال. وقد وجه معالي الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتكملة المبلغ إلى مليون ريال وتسليمه لأسرة اللاعب الراحل محمد الخليوي رحمة الله عليه. سعيد، امتداد البوادر كثيرة. الرجل لا زال يواصل دعمه السخي، ونقول له كثر الله خيرك وبيض الله وجهك. هذه يعني بادرة صراحة تسجل. أعتقد يعني مهما تكلمنا عنه ما نوفي حقه. خلي أعماله هي اللي قاعدة تتكلم عنه. أنا زي ما قلت لك محمد في السابق بالمختصر قلت لك دائما أبدا هو الرجل جالس بيعمل. إحنا بعد يعني إحنا ما نبغى ندخل ونجلس نمدح في الرجال، لأنه على قولك أعماله هي اللي جالسة تمدحه. شغله في الميدان، شغله اللي جالس للأندية، شغله لهذا. أنت شفته البارح في كل مكان يتنقل مع الكرة السعودية. إحنا نقول أنا عبر طاولة المنصة أقول بيض الله وجهه وكثر الله خيره، وإن شاء الله في ميزان حسناته. وهذا شيء وبادرة إن شاء الله تستمر لجميع لعيبتنا. تمام منار. طبعا فكرة أنه تكريم اللاعبين القدامى المتوفى منهم رحمهم الله والمتواجدين، هذا شيء تقدير بصراحة كنا جدا محتاجه عشان الأجيال الحالية تتعلم أنه أنت إذا أعطيت حيجي وقت تتكرم بعد اعتزالك أثناء لعبك، حيجي وقت تتكرم. وهذا الشيء اللي احنا شفناه مع السيد العوران فهد الريفي، والآن تكريم عائلة الراحل نجم خدم الكرة السعودية وخدم نادي الاتحاد، وإضافة 200,000 ريال
على العوائد، هذا شيء جدا يشكر عليه سمو معالي تركي آل الشيخ. ممكن المليون ريال هذه في وقت تحتاجها عائلة الخليوي. برضو الحافز الكبير من جمهور نادي الاتحاد في الحضور، الحافز الكبير لتكريم الراحل محمد الخليوي، يمكن ما قدروا يكرموه بمرات اعتزال ولكن كرموا عائلة الخليوي بالحضور، هذا شيء يشكر عليه طبعا جمهور نادي الاتحاد، اللي بأمانة احنا شفنا ان مباراة الاتحاد والشباب الأخيرة ثاني أعلى معدل حضور جماهيري، وأيضا قسمت المعدل الأعلى اللي هي مباراة الاتحاد والهلال في جدة، أيضا جماهير نادي الاتحاد تشكر عليه كثير ويشكر معالي تركي آل الشيخ. نحتاج هذه الوقفة في نادي الهلال، نادي الأهلي، نادي النصر، كافة اللاعبين القدامى، تقديرا لهم وتحفيزا لهذه الأجيال. حتعطي، تأكد أن هيجي يوم حتاخذ. فاصل قصير مستمعينا وراجعين. المنصة مع محمد غازي. حياكم الله. ينضم معنا هاتفيا الأستاذ علي الثويني، عضو شرف ماسي بالنادي الأهلي، وكذلك أيضا رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وكذلك أيضا عضو الرئيس أعضاء الشرف في الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي. هلا وسهلا فيك أستاذ علي. يا هلا محمد، حياك الله، مساكم الله بخير جميعا، شرفت في اللقاء معك محمد. أستاذ علي، خليني أسألك عن الجانب الأهلاوي، ما الذي يحدث في النادي الأهلي؟ يعني الجمهور الجماهير الأهلاوية كلها مشتعلة في وسائل التواصل الاجتماعي، حديثهم لمدرب الأهلي ريباروف بلغ السيل الزبا. والله أخوي محمد، شوف الفريق، يعني المباراة اليوم أنا ما شفت إلا منها يعني أجزاء منها، يقول الملخص حقها لأنه بسبب ضيوف عندنا. نعم. بس الأهلي في مشكلة في الدفاع. لازم معالجة الدفاع وتدخل يعني سريع من سمو الأمير أو من القائمين على لهم القرار الجانب الفني. نعم. والإداري في الشيء هذا. العبء يعني شيل الدفاع. الدفاع أنت شايف يعني، ممكن وجهة نظري أنا ما أدري، إنه أشوف إن الدفاع فيه خلل. هذا الأساس يعني. الأهلي يعني من الفرق القوية يعني دائما في الدفاع، ففيه من وجهة نظري خلل في الدفاع. طيب لو أبغى أسألك، كيف تشوف الإدارة الجديدة؟ ما الذي على الإدارة الجديدة أن تعمل به من أجل عودتهم على من جديد للمنافسة؟ والله شوف، هو لازال الأهلي متصدر، ولكن الكلام أنه يعني كيف يقدر يداركوا موقف أنه الفريق قاعد يستنزف بعض النقاط اللي ربما كانت يعني أمامه، من دون يعني ما يكون في مثلا فرق ثقيلة. خلينا نقول مباراة التعاون اليوم فرط الأهلي في نقطتين، والتعاون كان في يومه صراحة. شوف، أولا إذا جينا للإدارة، إدارة الأهلي الجديدة، هي لسه جديدة، لما ملفات، لما شغل. بالنسبة لسمو الأمير تركي، يعني رجل عقلية متفتحة، رجل رياضي من بيت رياضة، يعني ما يحتاج الكلام هذا، غنيا عن التاريخ الفني. نعم. بالنسبة للأستاذ طارق، رجل معروف عنه أنه في حكمته في إدارته، فإن شاء الله التوفيق لهم. بالنسبة للتعاون، التعاون اليوم يعني أنا شفت لعب مباراة يعني كبيرة، وانت عارف اي الفرق اللي تتواصل قدام الاهلي دائما تقاتل حتى تنتزع الفوز او التعادل مع الاهلي. بالنسبه للتعادل لهم مع الاهلي يعتبر فوز لهم. نعم. اضافه لسجل لهم الكروي والتاريخي. اتمنى من سمو الامير انه يكون له بصمه على الفريق يعني خلال الايام القادمه. نعم. وربك يوفق الجميع، هذا اللي نتمنى لهم. من اللاعبين تقول كفاية ويرحل؟ خلينا نتكلم اللاعبين الأجانب. والله شوف، بكل صراحة احنا نشوف متعودين على فكرة، يعني مستمعين البرنامج ما شاء الله تبارك الله كم هائل، ولذلك الجميع اليوم يسمعك. نبغى الصراحة، احنا متعودين على الصراحة هنا في طاولتنا. فتفة. نعم. رقم واحد. اثنين، في رقم ثاني ولا ما في؟ والله أنا أشوف النيجيري هذا أبونا، حتى أنه مصاب اليوم. بس أشوف أنه ما يعني ما يستحق أنه يكون في الأهلي. الأهلي نادي كبير،
تعرف النادي الأندية على مستوى الخليج والعالم العربي يعني نادي كبير على مستوى آسيا يعني يكون اللي يرتدي الشعار يكون لاعب قد المسؤولية. هذا اللي نقدر نقول. أنقذكم العويس اليوم؟ طبعا اليوم له يعني من ركلة الجزاء الأخيرة؟ طبعا ركلة الجزاء وصد تقريبا كرة أو كرتين شفتهم يعني برافو عليه. أما بالنسبة للهدف لا يلام عليه اللي هو طافي. ماذا تنتظر من الأهلي في الفترة المقبلة؟ هل ترى بأنه الأهلي حيستمر على نفس المستوى أم ترى بأنه سيكون هناك نقطة للتغيير؟ لا أنا أتوقع أنه فيه تحول في الأهلي إن شاء الله، ودائما نحن متفائلين وإرادة الله أنه يكون أحسن خلال الأيام القادمة القليلة إن شاء الله برادة الله. جمهور الأهلي يبغى يعني يبغى بيني وبينك كذا يبغى يعني شيء يشفي غليله من الشيء اللي قاعد يصير، أنه هو الفترة الماضية قاعد يشوف مباريات تروح من تحت يدينه ويأمل من فريقه بالأسماء اللي موجودة فيه أنه يقدم شيء كبير. إيش تقول له ممكن في هذا الصدد؟ والله شوف أخوي محمد، دائما الجمهور لا يرضى إلا بنتيجتين واحدة اللي هي الفوز والكاس. مهما عمل الفريق ما له دخل في الأشياء هذه، هذا طبعا الجمهور ومشجعين. أنا أتمنى من اللعيبة أخوان اللعيبة أنهم يعني يكونوا عندهم روح المسؤولية الاهتمام الاجتهاد وربنا يوفقهم، هذا اللي نقدر نقوله. الأستاذ علي الثويني عضو شرف في النادي الأهلي الماسي طبعا، وكذلك أيضا عضو أو رئيس أعضاء الشرف في الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي، رئيس شركة رئيس مجلس إدارة شركة إعمار. شكرا لك. شكرا لك أخوي محمد، مع السلامة. ألف شكر. سعيد تعليقك على الجانب اللي ذكره أستاذ علي. أنا بالعكس أستاذ علي يعني رجل تكلم كلام جيد، بس أنا خالفه في أشياء قالها. يقول نادي التعاون مكسب، بالعكس الأهلي مكسب اليوم أنه خرج من التعاون بهذه يعني أنه خرج ما خرج مهزوم، هذا واحد. الشيء الثاني الأهلي من سنوات، إذا كان الأخ علي الأستاذ علي يراجع الأهلي من سنوات كانت بطولاته أكثر من 20 سنة 30 سنة ما يضيع حاله له إلا أندية الوسط. الآن أنا أتكلم ما في أندية الوسط، نادي التعاون نادي كبير نادي عريق، قدم مباراة جميلة جدا، كان اليوم الأهلي يخرج بأربع خمسة أهداف. شوف ولا لا أم حكاية أن نجلس نقول أنه الأندية ما في نادي وسط، الأندية اليوم كلها أندية كبيرة وعريقة بدعمها بوقفتها لكل نادي جماهيره لكل نادي رجالاته. اليوم التعاونيين لو أنت شفت بعد المباراة كان نايف الزازي جالس يبكي، لعيبة التعاون التفوا عليه، مباراة ضاعت منهم يعني ما وفق اليوم نايف. كان المفترض انه ما يسدد ركله الجزاء هو؟ لا لا نايف لاعب جيد، كان يبغى ياخذ ثقه يعني مو ياخذ ثقه، لاعب جيد ولاعب خبره ولاعب يعني نايف هزازي مو لاعب ذاك اللاعب السيء اللي انت تقول، لا بالعكس لاعب متمكن وسجل اهداف كثيره بلنتيات، بس بعض الاحيان انت ما توفق اليوم بس مبتعد عن التهديف لفتره طويله برضو محمد. شوف حتى يعني يمكن هذا الهدف كان يضيف له شيء كثير خصوصا انه في مرمى العويس. ممكن وبعدين شوف لاعب واثق من نفسه تقدم له الكوره، هذا واحد. تعقيبا للكلام نشوف النادي الاهلي خسر من مين؟ انت طالع النادي الاهلي خسر من مين؟ الاتفاق فاز على الاهلي، الفيحة التعادل مع الاهلي 1-1، اليوم التعاون الأهلي يعني التعاون تعادل وخسر 3 نقاط التعاون. لا نقعد هنا نقلل من الفروق هذه. الأهلي من سنوات طويلة لما يلعب مباريات زي هذه الأهلي يتعب فيها كثير، وشفنا احنا التعاون قبل 3 سنوات طير الدوري من الأهلي في جدة على ملعبه وعلى أرضه بين جمهوره 2-1 2015 المنار. شوف أنا بس أعلق على نقطة نايف الزاز يعني بقوله لا تجلب الثقة لنفسك على حساب فريقك، يعني أنت ضعت لفريقك تقريبا نقطتين كانت مهمة جدا في ترتيب الدوري، كان ممكن تتقدم مركز أو مركزين، ولكن مش وقت أن أنا أجلب ثقة في آخر الدقائق وأضيع بلنتي وأنا محتاج الهدف من أبسط شيء. ما توفقني فيها نايف الزاز، مش وقت الكبرياء أو العناد أو النجومية حقت نايف هزازي أبو أرجعها أنا في ضربة جزاء، لا كان يقدر شخص آخر ويفوز التعاون ويكون نايف هزازي دخوله برضو قدم مستوى جدا جيد. أنا يمكن بختلف مع أستاذ علي في حكاية فيتفلع مميز ولاعب كبير وإضافة كبيرة للنادي الأهلي، يمكن
فتفة مستوى نازل قليلا، ولكن مش فتفة لوحده، النادي الأهلي كله مستوى نازل، فمن الطبيعي أنه يختفي اللاعب المميز ويختفي ظهور اللاعب المميز، وهذا ما أثر على النادي الأهلي. شفنا السومة اليوم كان هدفه جدا مميز، ولكن ما كانت في امدادات للسومة. فترة التوقف الطويلة أو فترة التوقف اللي احنا بنمر فيها هذا الموسم عشان كأس العالم، هذه ترى أثرت كثير على لاعبي، على أندية، أثرت منها على نادي الاتحاد، الآن أثرت على النادي الأهلي. بعض الأندية مش عارف عندها سياسة احنا ما نبغى نلعب مباراة ودية، هذا ترى خطأ جدا كبير. تدريبات الصباحية والمسائية، بعض الأندية ألغت فكرة التدريبات الصباحية بس المسائية، وأتمنى هذا الأمر أنه تعاد دراسته وتعاد صياغته، لأنه الضعف اللياقي أثر جدا كبير على بعض اللاعبين وخسارة نقاط. متشايف الاتحاد نقطتين والأهلي الآن نقطتين، التعاون كان الأميز، التعاون كان الأفضل، التدارك كثيرا التعاون التعادل. وأنا أرجع وأقول لك كويس أن النادي الأهلي خرج بالتعادل صراحة أمام التعاون. الأهلي خرج بالتعادل أمام التعاون. حنروح لفاصل قصير، وبعد الفاصل حنرجع ثاني مرة. خليكم معنا على السمع عشان ناخذ التواصل. المنصة مع محمد غازي، حياكم الله. أذكركم طبعا بأرقام التواصل على 012-616-1100 و011-2-17-885. يا ليت الجماعة اللي يتصلون علينا في البرنامج أنه بس يوطون صوت الراديو ويكونوا معانا، عشان مباشرة نقدر ناخذ التواصل، نترك مساحة لجميع المتصلين، لأنه يعني ندخل في الموضوع سريع وفي نفس الوقت كل واحد يأخذ حقه من المكالمة، خصوصا أني شايف ما شاء الله تبارك الله اتصالات دائما في البرنامج عندنا، وهذا شيء بالنسبة لنا له قيمة كبيرة. من قبل لا نقول أنه والله حنفتح الاتصالات، الاتصالات فل، خلنا نأخذ اتصال. ألو ألو، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبتين عبد العزيز. بالخير. عبد العزيز عندنا محور ما تكلمنا فيه لسه عشان نأخذ الاتصالات هذه، إدواردو رباط صليبي. ها والله يعني في خبر رسمي ابو غازي ولا لسه؟ والله يقال الى الان احنا انباء انه هو مصاب بالرباط الصليبي. ان شاء الله انه من وكاله يقولون الخبر باذن الله، لانه والله خساره كبيره لو اتمنى ذلك. اتمنى ذلك معك والله. سعيد والله. صحيح في هذا الجانب خليني اسالك انت منار على السريع عشان الاتصالات. فقدان ادواردو حيكون مؤثر كبير جدا على نادي على الكره السعوديه، لانه لاعب موهوب احنا نستفيد منه في الكره السعوديه. في الكرة السعودية نستفيد من اللاعب هذا إدواردو. أنا كلاعب أجنبي في الملاعب السعودية، أنا هذا اللاعب صراحة لاعب مميز، لاعب خلوق، لاعب على مستوى عالي، استفدنا منه كثير. منار على السريع. طبعا مؤثر كثير، وللأسف أنه القانون لا يسمح أنه في استبدال لاعب، وحيأثر على نادي الهلال وعلى المدرب دياز يلاقي حل عاجل أنه يعوض بأمانة غياب إدواردو. من دون كلام على ما يقوله نختصر فيه، البديل في نظرك اسم؟ البديل في نظري صراحة اسم ياسر قحطاني، هذا الحل الآن في قدام الهلال صراحة. سعيد لإدواردو في الهلال ما في بديل. خلينا ناخذ اتصالات. ألو ألو مرحبا. طيب اتصال ثاني. ألو ألو مرحبا. مساء الخير أخوي محمد. مساء النور أخوي عيسى، يا هلا. مساء الأستاذ منار، أستاذ سعيد المرميش، يا هلا. محمد انت يعني تقول الرباط الصليبي الكابتن ادواردو، انباء الخبر غير 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 معتمد الى الان، في المركز الاعلامي حيتكلم اكيد. لا انا الخبر اللي سمعته يعني اصابه في الركبه، يعني مو رباط صليبي ان شاء الله. والله نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. شكرا لك ويعطيكم العافيه. شكرا يا عيسى، يعطيك العافيه. ناخذ اتصال ثاني. الو الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مين معي من وين؟ معك من الطائف يا استاذ. هلا يا ابو ريان، تفضل يا حبيبي. الله يسعدك. انا حاب اتكلم عن مباراه الاهلي اليوم. قول يا حبيبي. الله لا يوفق ابري بروف يا شيخ، خاف الله فينا والله يا حرام اللي سوا فينا والله. طيب. حرام الاهلي يضيع اسهل اسيا وبيضيع اسهل دوري. طيب بس ابو ريان سمي يا استاذ. الله يبارك فيك ويطول لي بعمرك، خلي الملائكه اللي على اكتافك تكتب كل شيء يكون في صالحك انت ان شاء الله باذن الله، لا ما تكتب ضدك، فلا تدعي على الرجال. والله قول الله يجزاه خير، وان شاء الله انه يغير من 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 افكاره بالنسبه لك انت كاهلاوي. يعني تتوقع يعني بالله شويه معي يا استاذ محمد، قولي. واحد عندك زي عبد الفتاح المؤشر الزين
عواجي اللعيبه ذولي كلهم تخيل في الدكه ولا برا في المدرج بالله هذول عندهم جالس على انصاف لاعبين في النص اشخف الله فينا يا اداره الاهلي تحركوا حرام عليكم ضيع راح اسهل اسيا وبيروح اسهل الدوري والله يا حرام عليكم اللي صاير في الاهلي ايش احسوا فينا احسوا بالجمهور حرام عليكم. طيب يا ابو ريان يعطيك العافيه ان شاء الله باذن الله وهدي من نفسك اهم شيء صحتك وتكون انت بخير. ناخذ اتصال ثاني. الو الو مرحبا. السلام عليكم. مرحبتين اختي حنان تفضلي. حاجه اقول الحمد لله على سلامتك يا دوارد وان شاء الله تقوم بالسلامه. والله هذا اللاعب انا من المعجبين فيه بصراحه واقول يعني الاهلي اليوم مو ضيع مباراه المدرب يعني اكثر التشكيل اللي كانت في ايام جروس كانوا اساسيين كلهم في اليوم في الاحتياط انا ما انا عارفه وش السبب. بعدين يا استاذ سعيد يعني منصور الحربي لاعب كبير لا تنقص يعني في حق صراحه منصور الحربي لاعب كبير اتمنى يعني كل اللعيبه هم مقصرين مو بس منصور. يعطيكم العافيه. شكرا يا حنان يعطيك العافيه. هخليك تجاوب لك الحقيقه بس مش الان. ناخذ اتصال. الو الو مرحبتين هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبتين تذكار تفضلي. اول شيء نعم صراحه زعلانين عشان اصابه ادواردو يعني صراحه هو لاعب كان يعني سبب خساره الهلال بكل صراحه يعني انا اشوف ان اللاعب يعني ممكن يعني سبب خساره الفريق. ثاني شيء بالنسبه للاهلي اقول من الان يعني ريحوا انفسكم يا الاهلاويين الدوري للهلال الزعيم الملكي نادي القرن. طيب شكرا لك يا تذكار يعطيك العافيه. ناخذ اتصال. الو هذا اتصال تذكار انت ما دخلت الملاعب لسه وما شاء الله تبارك الله شاده حيلك واخذ الدنيا. عليكم السلام. هلا معك سلطان المدينه. هلا يا سلطان مرحبتين اخوي تفضل. طبعا انا هلالي وتابعت مباراه الاهلي اليوم صراحه هم سووا اللي عليهم بس الحظ ما حالفهم هذا هو شيء. ثاني شيء مباراه الهلال والوراوة صراحه فريق وراوة ضعيف مره يعني قدام الهلال حتى الحظ ما حلفنا يعني قدامنا. طيب يا سلطان يعطيك العافيه شكرا على رايك. ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. ابو غازي يعطيك العافيه حبيبي. هلا عبد العزيز تفضل يا حبيبي على عجاله عزوز. حبيبنا والله ابغى اخذ راي الاستاذ سعيد في نقطه. قول. الهجمه حقت نواف العابد امس ضاعت واليوم هجمه عمر الشومه بكل صراحه امس واليوم انحرمنا من اهداف تاريخيه. سعيد سجل عنده. طيب حتكون اسطوريه. شكرا يا عبد العزيز يعطيك العافيه. ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام هلا وسهلا مين معاي من وين؟ عبد الله مساك اخوي محمد. ومساك هلا ابراهيم. ايش اخبارك؟ مرحبتين اخوي الله يطول لي بعمرك. الكرام يا هلا. واقول هارد لك الهلال تعادل صراحه بطعم الخساره. وحاب أعلق على مباراة التعاون والأهلي. قول يا حبيبي تفضل. والله بصراحة يعني أنا يسفني أني أقول أنه الكابتن نايف الزازي مو طموح التعاون الحقيقة يعني مع احترامي له هو لاعب من العيار الثقيل بس الحقيقة ما يخدم طموح التعاون وأتمنى أنه التعاون يفكر في بديل أفضل من نايف الزازي يخدم طموحه. اما بالنسبه للاهلي مع ريبروف المدرب هذه امكانياته وهذا يعني التكتيك اللي عنده والاسماء اللي موجوده على الدكه حقت الاحتياط انا اعتقد انها ما تخدم تكتيكه مع انهم اسماء في اي نادي موجودين حيكونوا حيخدموا النادي هذا خدمه ما شاء الله تبارك الله يعني اسماء ما هي بسيطه. تمام. العام الماضي مع جروس. تمام. وقبل العام الماضي مع جروس الاسماء هذه كانت مؤثره بشكل مره قوي. نعم. يعني انا ارفع القبعه لاي واحد شارك في اختيار اللاعبين دول وجلبهم للاهلي واستقطبهم للاهلي. حقيقه يعني انسان فاهم، انسان فكر كويس في الاسماء هذه وجابها للاهلي. تمام. فحرام يعني انهم ما يستفيد منهم النادي الاهلي، علاوه على ذلك مدرب ما يخدم تكتيكه اسماء زي هذه. طيب. وشكرا لك. شكرا يا ابراهيم. يعطيك الف عافيه. ناخذ اتصال. الو. الو مرحبا. الو. طيب اتصال ثاني. الو مرحبا. الو مرحبا. الو مرحبا. يا هلا وسهلا مين معي من وين؟ هلا معك ابو حمد من الرياض. هلا يا ابو حمد تفضل يا اخوي. حيك استاذ محمد وضيوفك. يطول بعمرك. انا بس عندي نقطه تفضل. يعني كذا استنتجتها خلال اليومين هذه اشوف ان في هجوم على كل ظهير ايسر موجود في اي نادي الان الموضه يعني هذه اليومين. فأنا أخاف أنه هذا يكون توجه إعلامي لعودة حسين التغني للمنتخب.
وما هكذا تركز الكتف. يعني منصور الحربي اليوم انا ما اشوف انا يعني انا شفت مباراه منصور الحربي عادي يعني لا سيء زي غيره كان في الاهلي كان كله سيء. ياسر الشهراني امس كان في انتقادات عليه كثيره مع انه شوف ياسر الشهراني ادى اداء رجولي في الدفاع قبل الهجوم. فبس هذا الاستنتاج واتمنى ان يكون مخطئ. شكرا يا حبيبي يعطيك العافيه. ترى على فكره الراي مخالفك فيه انت يا سعيد هذا اللي تتواصل حترد لك الحقيقه ترد برضو. ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. اتصال ثاني. الو الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. محمد اعطيك لك مره اخرى صراحه اشكرك استاذ محمد والله انك صادق لسه ما دخلنا الملاعب. طيب يعطيك العافيه. شكرا يا حنان يعطيك العافيه. ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. كيف استاذ محمد؟ طيب الله يبارك فيك ويسلمك. من معي؟ فواز معك. هلا يا فواز مرحبتين اخوي تفضل. بخصوص الاهلي وريبيروس، ريبيروس هذا ان شاء الله ان شاء الله تكون اخر مباراه اليوم لانه ما قدم شيء لا خط ولا تكتيك ولا شيء. شال اللعيبه بس هو ما عندك خلص الكوره سلامه غير كذا ما في لعب ما في تكتيك. الاهلي هويه ما في بدات تموت. صبر الاداره ما ادري متى لكن نقول ان شاء الله انها اخر مباراه باذن الله. طيب يا فواز شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني. الو الو مرحبا. الو الو مرحبتين. هلا وسهلا. مين معي من وين؟ معك عبد الله من احد. هلا يا ابو عابد تفضل يا حبيبي على وجهك. اقول حيك بالنسبه للمباراه حقت اليوم طبعا يتحملها المدرب تمام. وبالنسبه لطارق كيال طبعا يعني الاخ سعيد يقول طارق كيال طارق كيال اول مباراه له يعني ما حيقدر يتخذ اي قرار ولكن بعد هذه المباراه ان شاء الله حيكون في تغيير كبير في الاهلي. لا بالعكس سعيد ما قال طارق كيال على فكره. طارق سعيد قال انه لسه اول مباراه ما اقدر احكم عليه. لا انا شايفه بينتقد يعني طارق كيال بيقول انه هو ما سوى شيء. لا بيتكلم عن الفتره الماضيه اللي يقصد فيها 2016 بس عشان اوضح لك الامور. 2016 انا من الناس اللي حضرت مباراه نجران. بعد المباراه كنا كلنا بنطالب باستقاله الزواهري وقالت كروس. الاهلي كان في انهيار. لو استمر الاهلي على ذاك الحال كان وصل المركز الرابع. كان جاي طارق كيال غيرت كثير في الفريق. وغير كذا المنتخب منتخب كانوا اللعيبة فاقدين ثقتهم بنفسهم وانتقادات من كل اتجاه. جاء طارق كيال شوف المنتخب راح كأس العالم. تمام. طيب يا عبد الله احنا تقريبا يعني اقتربنا من نهاية الحلقة عشان كذا يعني يعذرونا طبعا السادة المتصلين والمشاركين ايضا في البرنامج لطبعا ضيق الوقت. وانا في الحقيقة اتشرف بكل من يتواصل معنا في برنامج المنصة في برنامجكم وطاولتكم الصريحة دائما واللي ناخذ فيها وندي بشكل ودي دائما بكل اريحية لانه هذا اللي تعودنا عليه في برنامج المنصة ومع ضيوفنا الاعزاء ايضا. سعيد أشوف محمد أنت تكلمت علق من أول اتصال يعني العابد والسومة لعيبة كبار يضيعون الاثنين مميزين في الكرة السعودية بشكل غير طبيعي. الشيء الثاني الرجل ذا اللي يقول منصور الحربي احنا صراحة لما نشوف عبد الشافي ونشوف منصور نقول يا منصور أعطي أكثر من كذا لأنه أنتوا يعني مشكلتنا احنا لما نشوف اللاعب مستوى نازل نقول لا ليش نحارب اللعيبة لا احنا ما نحاربهم احنا يجب منصور الحربي يعرف شيء أنه هو محترف مع النادي الأهلي مو محترف مع فريق ثاني أو محترف مع طاولة المنصة. يجب أنك أنت تعطي على قد ما تأخذ. هذا من ناحية منصور الحربي. واحد يقول احنا يتكلم عن حسين عبد الغني يا ليت انه ثلاث اربع لاعبتنا نتمنى انه يكونوا عندهم روح حسين عبد الغني وقتالية عبد الغني. عبد الغني لاعب مميز خدم الكرة السعودية سنوات وسنوات نتمنى له التوفيق. احنا من ننتقد لاعب يا محمد ما في بيننا وبينه اي حاجة. احنا من نقول منصور الحربي كابتن منتخب كابتن النادي الاهلي رجل مميز يجب ان يكون هو اكثر قتالية في الفريق. شكرا سعيد المرمش منار. لا بس عن طارق كيال انا ما اتكلم عن طارق كيال. انا دائما اقول طارق مميز طارق جيد طارق مكسب لاي مكان. بس يا محمد اللي لازم تعرفه انه دائما العمل الاندية عمل جماعي مو عمل فردي. منار على عجالة تفضل. طبعا اخيرا على ادارة النادي الاهلي ان انقاذ الاهلي اما بإقالة ريباروف او الجلوس مع ريباروف على طاولة مصارحة. الوضع الحالي ترى ما هو وقت مجاملة نهائيا يا ابيض يا مع السلامة. شكرا منار شاهين. شكرا سعيد المرمش. شكرا عمر الحلكوك في الإعداد والسوشيال ميديا علي نجم في الإخراج. وصلنا لنهاية حلقتنا مستمعين الكرام في برنامجكم الرقم واحد دائما على مسامعكم المنصة معي أنا محمد غازي صدقة. أقول لكم دمتم بخير ولقاءنا يتجدد في نفس التوقيت غدا. كونوا معنا على السمع.